السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم موضوع علامات قرب الشفاء. كثير من الإخوان أخواتي يكتبوا لنا في التعليقات أنهم يعانون مع كثرة الرقية والآلام والأوجاع، كثرة الكوابيس، كثرة التجديد في المنام، وكثرة تسلط الشياطين الذين يزعجونهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك خصصت هذه الحلقة لكم بإذن الله تبارك وتعالى لكي تتبينوا. أنا الآن أتكلم مع الناس الذين يعانون جدا، الناس الذين يجتهدون، الناس الذين يقرؤون الرقية كثيرا. عندما أقول علامة قرب الشفاء يعني أنك قطعت شوطا كبيرا في العلاج، أنك فعلت الأسباب، أنك توكلت على الله عز وجل الحي القيوم بالاستماع لكثرة الرقية أو أن تقرأ. ولكن إذا أردت أن تكون من هؤلاء بإذن الله عليك أن تكون من الذين يقرؤون كثيرا القرآن والأذكار والأدعية، وتكثر من الرقية سمعا وقراءة بإذن الله تبارك وتعالى. عندما نقول علامة قرب الشفاء فسنقول أولهم كثرة الرقية. الناس الذين يقتربون من الشفاء كلهم وأغلبهم يفعلون كثرة الرقية سمعا وقراءة، يعني كثرة الوساوس وعدم التركيز. كل الناس الذين يقترب شفاؤهم بإذن الله تبارك وتعالى، أغلب الناس يكون عندهم كثرة الوساوس وعدم التركيز. في ماذا؟ عدم التركيز في الدراسة أو في النجاح، عدم التركيز في الصلاة وفي الوضوء، عدم التركيز في أمور الحياة، تجده يعني يختل توازنه رغم أنه يجتهد. فهذا من علامة قرب الشفاء. لماذا بالضبط؟ وعدم التركيز في الصلاة، في الدراسة، في العمل، في الوظيفة، تقع بعض الفتن والمشاكل في الدراسة وفي العمل وإلى غير ذلك مع كثرة الرقية، أن الشياطين تريد أن تسبب له الفتنة وأن ييأس من هذا العلاج وأن يوقف هذا العلاج. فإذا وجدته وقف العلاج قد تتحسن حالته، ولكن إذا أكثر من الرقية يصبح عنده كثرة الوساوس في الوضوء والصلاة وفي العقيدة وعدم التركيز. لماذا بالضبط هذا السر يكون عند كثير من المرضى؟ لأنك بكثرة الرقية فإنك تعذب الشياطين كلهم الذين يسكنون في جسدك، شياطين خدام السحر، خدام العين والحسد، الذي دخلك منذ 6 سنوات، الذي دخلك منذ 20 سنة، منذ 30. يعني أنت لا تفرق بين هذا الشيطان الذي دخلك بالسحر الأسود، والذي دخلك بالسحر المغشوش، والذي دخلك بالعين والحسد، تعذبهم جميعا. فإذا عذبتهم جميعا فإنهم يوسوسون لك جميعا و يشغلونك عن نفسك بعدم التركيز، سواء في الصلاة، في الوضوء، في الأشغال، في الأعمال، في البيت، في كل شيء. يزعجونك إزعاجا كثيرا كي توقف هذا العلاج، لأن هذا العلاج لا يصلح لهم، هذا العلاج ما يمشي لهم في الطريق. أنت عليك أن توقف هذا العلاج إذا أردت أن نخف عليك كثرة الوساوس وأن نتركك تركز في دنياك وأمور حياتك. فعليك أن تترك هذا الرقية جانبا. قد تتحسن أمورك في الوساوس والتركيز، ولكن هذا لا يصلح. فعليك أن تستمر في كثرة الرقية، فعندما يقترب الشفاء تكون وساوس كثير وعدم التركيز بإذن الله الواحد القهار، لأن هذا من علامة قرب الشفاء وأن الفرج قريب بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الفرج قريب. ما بقي إلى الشياطين إلا أيام ويذهبون. لذلك لا يريدون أن يتركوا مكانهم فارغا، يوسوسون لك في آخر دقيقة يمكن لهم أن يخرجوا، يوسوسون لك. النقطة الثانية بإذن الله، كثرة الرقية تساوي الخوف الشديد وعدم الراحة. يعني كيف الخوف الشديد؟ الإنسان الذي يكون عنده يفعل كثير من الرقية بإذن الله تبارك وتعالى وعنده شياطين في جسده، يكون عنده خوف شديد. الخوف الشديد هو كثرة الرقية هي التي تسببه. والخوف الشديد ليس أنك أنت الخائف، وإنما الشيطان الذي تلبس بجسدي جعلني أشعر بخوفه لأنه تلبسني في جسدي. ولو لم يكن بجسدي ما شعرت بالخوف من الرقية، لأن الرقية تعني كثرة القرآن، وكثرة القرآن تعني كثرة العبادة، وكثرة العبادة تعني أنك تقربت إلى الله كثيرا. فكيف إذا تقربت إلى الله كثيرا يكون في الخوف من هذه الدنيا وخوف من أمور الحياة؟ وإنما الشيطان هو الذي يجعل لك الخوف الشديد، لأن هذه الرقية تقترب من أن تقتله أو يموت أو يتعذب إلى العذاب الشديد. لذلك الخوف الشديد وعدم الراحة، تشعر بنفسك كأنك غير مرتاح في هذا البيت، كأنك غير مرتاح مع هذه الرقية، كأنك لا تريد أن تستمر فيها. وكل هذا الشعور ليس شعورك أخي المصاب أختي المصابة، إنه شعور الشيطان الذي يؤثر لك في عقلك وصدرك وجسدك، يتقمص شخصيتك. هو الذي يشعر بالخوف وعدم الراحة لأنك أكثرت عليه الرقية. فلو وقفت عليه الرقية يوما من أيام ثلاثة سوف تشعر
بقليل من الراحة، ولكن لا يصلح، عليك أن تكثر من الرقية بإذن الله، ولو كان الخوف الشديد فستشعر بالراحة يوما ما بإذن الله تبارك وتعالى إذا انتصرت على هذا الشيطان. فهناك من الشياطين من تصعد في الأخوات أو بعض الإخوان يقول لك لا أريد، لا تقول، أقول لماذا لا تريد أن تخرج وتتوب إلى الله؟ يقول لك لا أريد أن يفرح بالنصر، لا أريد أن يفرح بالشفاء. يعني الشيطان يحسدك، لا يريدك أن تفرح بأنك انتصرت عليه، لذلك يسبب لك الخوف الشديد وعدم الراحة. فعليك أن تصبر، لأن هذا كله من الشيطان، لأنه يسكن جسدك، فإذا هو خاف كذلك أنت تشعر بالخوف لأنه يسكن جسدك. كثرة الرقية تساوي كثرة الأحلام والكوابيس. إذا أكثرت من الرقية وأكثرت عليك الأحلام والكوابيس فاعلم أنه من علامة قرب الشفاء. ولكن ركز معي، هؤلاء الشياطين قوتهم في الأحلام والكوابيس. لماذا؟ يزعجونك، يقولونك إذا إن شاء الله، يقولونك إذا وقفت الرقية نوقف الكوابيس، أو يقولون لك أنت تعذبنا، سوف نقتلك أولادك، سوف نقتل لك زوجتك، سوف يهددونك بهذه الخزعبلات. أنهم يهددون وهم ضعفاء، يهددونك في الحلم أو يخنقونك أو غير ذلك من الأمور إذا أكثرت من الرقية. وإن كثرت عليك الأحلام والكوابيس فلا توقف الرقية، فلا توقفها أبدا. لا الأخوات سواء في أيام الدورة أو في أيام النفاس استمروا في الرقية ولو كثرت عليكم الأحلام والكوابيس، فهذا من علامة قرب الشفاء. فقد يكون اقتربت من الشفاء 80%، فقد تكون اقتربت 70%، فقد تكون وصلت إلى 90 أو 95%. لذلك لا توقف علاجك، وخصوصا إذا أكثرت من الرقية ولو كثرت عليك الأحلام والكوابيس، فاعلم أن قرب الله، أن الشفاء قريب إليك بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك كثير من الإخوان والأخوات قد يكثرون من الرقية وتختفي الأحلام والكوابيس، فإذا اختفت الأحلام والكوابيس التي كانت كثيرة عليك فاعلم أنه من قهر وأنه اقترب الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. لأن هناك من الناس من تختفي أحلامه والكوابيس إذا أكثر من الرقية، ولكن إذا كثرت عليك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فاعلم أنه من علامة قرب الشفاء. لأنهم عندما الإنسان يكون ينام، عندما يكون الإنسان نائم، النوم أخو الموت، يضعف الإنسان سواء الراقي أو المصاب. لذلك الشيطان تأتي في نومه تزعجه، تقول وقف الرقية، سوف نقتلك ابنك، سوف نقتلك أمك، امرأة سوف تنتقمونك، لقد حرقت أولادنا. لا تزعج، يعني لا تبالي بهم، ولو أزعجوك بهذه الأفكار لا تبالي بهم، فاقرأ ودوم على رقيتك حتى ينصرك الله عليهم. كثرة الرقية تجديد السحر في المنام. بعض الإخوان والأخوات قد يكثر من الرقية يوميا في الصباح والمساء ويجتهد، ولكن يكون عنده تجديد السحر في المنام بقوة رغم التحصينات رغم كل شيء. فهذا يدل على أن الشياطين الذي عذبتهم بكثرة الرقية بالنهار أبطلت عقدهم، أبطلت تعويذتهم، ضعف سحرهم، يجددون السحر كي يتقوى من جديد. ولكن هيهات هيهات مع كثرة الرقية، وأن هذا الإنسان الذي يفعل كثرة الرقية فهو من أولياء الرحمن، وهذا الذي يفعل تجديد السحر ومن أولياء الشيطان. فأيهم ينتصر، أولياء الرحمن أو أولياء الشيطان؟ ولا يفلح الساحر حيث أتى. رغم أنهم يجددون لا تبالي، كأنهم يقولون لك أنت تفعل تبطل ونحن نجدد. لذلك لا تبالي بهم، لأنك إذا استمعت للشيطان وركزت على تجديده للسحر في المنام فإنك ستفشل في أول وهلة، لذلك بإذن الله تبارك وتعالى كثرة الرقية، وإن تجدد السحر في المنام، وإن أطعموك، وإن فعلوا بك بإذن الله، وإن وضعوا السلاسل حتى في يديك، فاعلم أن التجديد في المنام يدل على أنك أبطلت ما فعلوه من قبل. لذلك يجددون لكي يتقوى في الجسد مرة أخرى، ولكن هيهات هيهات، بإيمان قوي وكثرة الرقية لن يفعل هذا التجديد. لأن التجديد السحر الذي جددوه لك اليوم ليس هو التجديد الذي فعله لك قبل 5 سنوات. فإذا ضعف التجديد القديم فالتجديد الجديد لا يستطيع أن يصمد مع كثرة الرقية. لذلك إخواني أخواتي لا تخافوا من هذا الأمر، فهو يمر بإذن الله مرور الكرام.
إخواني أخواتي، كثرة الرقية تساوي ألم شديد في الرأس والجسد. يعني بعض الناس قد تكون عندهم ألم شديد في الرأس والجسد، وكثرة الأوجاع وكثرة الكدمات الزرقاء وكثرة الألم في المفاصل والعظام عندما يكثرون من الرقية، فهذا يدل على علامة قرب الشفاء. وهناك من الإخوان من يكثرون من الرقية وكذلك تختفي الألام الشديدة في الرأس والجسد، فكلما اختفت الألام في الرأس والجسد فهذا من علامة قرب الشفاء بإذن الله، لأنك تكثر من الرقية قراءة وسمعة، ليس أنك تنصت مثلا ل 35 من دقيقة من الرقية وتقول كانت في ألام وذهبت. لا، كثرة الرقية يعني أنت تكثر من قراءة القرآن قراءة وسمعا وأذكار الصباح والمساء، يعني أنك تجتهد على نفسك. وكانت عندك ألم شديد واختفت فهي من علامة قرب الشفاء، وإذا اشتدت عليك فهي كذلك من علامة قرب الشفاء. لماذا؟ لأن إذا بإذن الله تبارك وتعالى أكثرت من الرقية وكانت عندك ألم شديدة في الجسد واختفت الألم، فاعلم أن العقد تفتح التي تسبب الألم، سواء عقد السحر أو عقد العين والحسد التي اجتمعت في جسدك وتكونت كعقد مثل الكدمات على مستوى جسدك وتسبب لك الألام والأوجاع. أما إذا بإذن الله تبارك وتعالى كنت بإذن الله تبارك وتعالى سليما معافى، ولما أكثرت من الرقية بإذن الله تبارك وتعالى ازدادت عليك آلام الرأس والأوجاع، فعلم أن هذا الشيطان تعذب عذاب شديد. فإذا تعذب فإنه يتعذب في المكان الذي هو فيه، إذا كان الجن في الرأس فإنه يتعذب في الرأس ويكون عندك ألم شديد في الرأس، إذا كان في الجسد فإنه يكون عندك ألم في الجسد، في العظام، في المفاصل، في العورات، في الأرحام، في البطن، في الظهر، في الأكتاف، في أي مكان يكون فيه الجن يكون عندك فيه ألم شديد. أما الانتفاخ مثلا، إذا كان عندك الانتفاخ شديد في البطن خصوصا مع كثرة الرقية، فقد تكون هناك عقد في البطن مع خادم شيطان العين والحسد أو خادم السحر المأكول والمشروب. لذلك كثرة الرقية مع الألم الشديد في الرأس، ألم التي توجد في الجسد أو من عدمها، فهي من علامات قرب الشفاء إذا أكثرت من العلاج. كثرة الرقية بإذن الله تبارك وتعالى تساوي في بعض الناس، ليس كلهم، ذهاب الوساوس والأفكار السلبية. يعني كان عند الناس مثلا بعض الناس أنه قبل أن يكثر من الرقية كان عنده وسواس انتحار كالعادة السيرية وبعض الأشياء التي تقويهم، فإذا بإذن الله تبارك وتعالى استمرت على العلاج فإنك ستنتصر عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا والله أعلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.